خليني برضو اسالك يا مستر بيتسو عن يعني الفتره اللي فاتت، كانت فتره صعبه، ضغط كبير من المباريات واصابات كثيره، ومثل هذه الامور بتقابل مثل هذه الامور ازاي؟ يعني انت كبيتسو موسيماني بتقابل مثل هذه الامور ازاي في ظل رغبه شديده ورغبه كبيره جدا من الجمهور بشيء واحد فقط وهو الفوز؟ يا you see when you are a coach you don't شايف have to انا بكون مدرب المفروض ما تدورش على اعذار. And you can never مش ممكن ابدا make the fans تخلي الجماهير you want them to feel sorry for تشعر ان انت بتحزنهم او تسافل شيء. I had 11 players out. انا فاكر مره فتره من فترات كان عندي 11 غائب بسبب الاصابات. But we managed to be لكن ادارنا الفرقه ووصلنا اللي احنا وصلنا له دلوقتي. We lost 7 players to corona. في 7 لاعبين بسبب كورونا فقدناهم وخمسه مصابين. كان is the first time كان لاول مره to Berkan لما رحنا نادي بركان. نادي بركان لا ماتش نادي بركان ان كان عندي only 2 players out اثنين بس غيابات. I had about 24 25 كان عندي 24 او 5 عشان عمري ما كان عندي لعيبه جاهزين بالشكل ده. ماتش نادي بركان I didn't have no center back. جه فتره ما كانش عندي سيرد باكات خالص. لعبت هاني سيرد باك وهو مش مكاني. I even played Hamdi. لعبت حمدي سيرد باك. لما جيت اول ما جيت قلت فين سيرد باكات بتوعي؟ مش موجودين كلهم مصابين. سعد اوت. كان سعد بره. متولي اوت. متولي مصاب. رامي ربيعه مصاب بره. ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم. ياسر كان مصاب. احيانا. And Badr was not here. وبدر ما كانش لسه جه. So I played sometimes. احيانا. Thank you very much. الحمد لله. تمام. Thank you. Salute. Salute. بصحتك. ألف هنا كابتن. شكرا. Thank you. Tastes nice. Thank you. تعبوا جميل. شكرا. أشكرك. So I thought they were center backs. كنت أقول فين ما فيش سيرد باكات. سامي هيلب مي. كابتن سامي ساعدني. Says no they can play. أوه كابتن سيد. And وقال لي هاني ممكن يلعب كسيرد باك. قال لي معلول since the World Cup. أول مرة أشوف علي معلول من وقت كأس العالم. against Bayern لاعب بيدوس ماتش لاعب نص الماتش قدام حد ما كملش شوط واتصاب لسه اول ما اشوفه في ماتش نادي البركان. ايمن اشرف كان بره. كوكا احد الناشئين النادي لعبته باك ليفت خمس ماتشات على التوالي. ايمن اشرف كان بره. محمود وحيد كان بره على الرغم من ان كوكا اي معقول كلهم مصابين على الرغم من ان كوكا مش مكانه اللي هو بيلعب فيه انيشال بوزيشن. اذا لا بيلعب في وسط الملعب ميد فيلدر. هو لاعب وسط ملعب لعبته باك ليفت. فاكري وكان في احمد فهمي اللي تم اعارته. I played him in the midfield. لعبته في وسط الملعب. I even played with شكري. حتى شكري برضه تم اعارته. When I played Pyramid شكري. لما لعبت هو لعب راس حربه ما لعبش راس حربه. Against Pyramid. قدام Pyramid. So I have to make whatever I have to do. He was shady coach. To keep the team winning because who's going to حاولت قدر الامكان العب بالمتاح عندي. لان ما حدش هيقدر في لعيب مصاب او لا. زمالك When we beat Zamalek لما كسبنا الزمالك الماتش 2-1 الماتش الاخير. I didn't even have Ayman Ashraf. ما كانش حتى معايا ايمن اشرف حتى الشناوي كان غايب. But we don't have to make excuses. بس المفروض ما ندورش على اعذار لازم نلعب ونستمر.